مشكلة الشر الدلالية The Evidential Problem of Evil طرح أكثر طموحاً من مشكلة الشر بيعتمد بدرجة أقل على فكرة التناقض المنطقي بين الإله والشر في العالم اللي طرحتها مشكلة الشر المنطقية واللي بتعد أكثر وضوحاً وحسماً إن نجح الطرح ده إلا إنها أكثر تأثيراً في الجدال ضد وجود الله الطرح بيحاول يحدد إن كان في وجود لنوع صورة كم أو أنماط من الشر من الممكن إنها تكون دليل ضد وجود الله الكائن الديني كامل الكمال القدرة المعرفة والخير وبالرغم من إن كتير من الفلاسفة بيعتقدوا إن طرح مشكلة الشر على الصورة المنطقية تم دحضه من قبل دفاع حرية الإرادة البلانتينجا إلا إنهم ما بيعتقدوش إن مشكلة الشر تم القضاء عليها تمام وإشكالية الشر الدلالية أو الجوهرية بتستكمل صورة الجدال ضد الإله من منطق وجود الشر في العالم الإشكالية الدلالية للشر من الممكن تصنيفها حسب نوع المنطق اللي بتستخدمه واحد طريقة استقرائية مباشرة Direct Inductive Approach اللي من خلالها الجدلية بتحاول إثبات إن في مجموعة من الحقائق المهمة عن الشر من الممكن استخدامها ضد فرضية الدين بوجود إله كامل الكمال لكن بدون طرح فرضية أخرى بديلة لفرضية الدين ومقارنة فرضية الدين بها الفيلسوف الأمريكي المعاصر بول درابر طرح أفضل مثال على الصورة دي في ورقة بحثية بعنوان الألم واللذة إشكالية دلالية للمتدينين Pain and Pleasure An Evidential Problem for Theists نشرها سنة 1989 اتنين نوع بيعتمد على طريقة استقرائية غير مباشرة Indirect Inductive Approach اللي من خلالها الجدلية بتحاول إثبات إن في مجموعة من الحقائق المهمة عن الشر من الممكن استخدامها ضد فرضية الدين بوجود إله كامل الكمال لكنها بتستطرد في طرح فرضية أخرى بديلة للفرضية الدينية الصورة دي النظرية طرحها فيلسوف الدين الأمريكي ويليام روي الجدليات الدلالية للشر بشكل عام بتجادل من منطلق إن وجود الشر في العالم بيقلل من احتمالية probability وجود الله الطرح الجوهري والأساسي لكل المنظومات الدينية المنهج المستخدم عادة ما بيبدأ بتنحية أي جدليات أو أدلة من الممكن استخدامها لدعم الفرضية الدينية على وجود الله مثلا جدليات زي الحجة الغائية، الوجودية أو الكونية ارجع للحلقات السابقة من سلسلة فلسفة الدين وكمان تنحية أي جدليات ضد وجود الله ما عدا جدلية الشر وبالتالي بنبدأ في حالة تكافؤ فرص فيها احتمالية وجود الله 50% واحتمالية عدم وجود الله 50% أيضا وبيصبح هدف الجدلية هو إننا نقيم قيمة احتمال وجود الله بعد ما بنفحص الأدلة الناتجة عن الشرور في العالم السؤال المحوري إذن هل الشر بيقلل من احتمالية فرصة وجود الله؟ أنصار جدلية الشر الدلالية بيدعوا إنهم بيقدموا فقط دليل على ضعف فرضية وجود الله لو وضعنا جانبا كل الجدليات اللي بتجادل على أو ضد وجود ومن هنا الجدلية الدلالية بتدعي إن في حقائق واقعية عن الشر من غير الممكن تفسيرها طبقا للفرضية أو النموذج الديني للعالم أي إن الدين وضع بشكل عام كفرضية hypothesis أو نظرية تفسيرية لتفسير الوجود وطبقا للمبادئ العلمية لو استطعنا إننا نثبت إن في فرضية أو نموذج آخر للعالم أقدر على تفسير الظواهر الملاحظة إذن احتمالية فرضية الدين بتصبح أضعف لكن من المهم هنا أننا نشير أن الأدلة المستخدمة في الجدلية بتشير لاحتمالية النتيجة وليس تأكيدها تأكيد قاطع زيها زي أي نظرية علمية